الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الفضلاء، بهذه الليلة دخلت العشر الأخيرة من رمضان. فيها هذه الليالي العظيمة الشريفة المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم استقر اعتكافه فيها يتحرى ليلة القدر، وكان عليه الصلاة والسلام وهو الذي في كل أزمانه ذاكراً الله في كل أحواله مجتهداً في طاعة ربه، كان يجتهد في هذه الليالي ما لا يجتهد في غيرها، أن يزداد اجتهاداً وتقرباً إلى الله جل وعلا. وهذا ما وصفته عائشة من حاله، أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأخيرة من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، وقالت كان لا يحيي ليلة في السنة كلها إلا في رمضان، تشير إلى إحياء الليالي في هذه العشر، لأن فيها ليلة القدر التي وصفها الله جل وعلا بصفتين عظيمتين. الصفة الأولى أنها مباركة كثيرة الخيرات التي لا تنتهي ولا تجارى من المواهب الربانية والعطايا الإلهية، وأنها ذات قدر في عظيمة شريفة في ذاتها، والعمل فيها عظيم الأجر، وينزل فيها ذو قدر وهم ملائكة الرحمن. هذه العشر هي أفضل الليالي، ليالي السنة كلها، كما أشار إليه المحققون من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو متفق عليه، وهذا فضل عظيم. لكنه المراد بالذنب هنا ما لم تغش الكبائر على التحقيق عند الجماهير من السلف من المتقدمين والمتأخرين. هذه الليلة متى تكون؟ إن خطابنا دائماً حينما نركز على الأوتار ونذكر بعض الأحاديث التي نصت على الأوتار، إنما فهمنا هو ليس بموافق لمفهوم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم أنهم يحيون ليالي هذه ليالي هذه العشر جميعها شفعاً ووتراً، وإنما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص في بعض الأحاديث من باب ذكر بعض أفراد العام، ليس من باب التخصيص، وإنما من باب مزيد الاهتمام والمبالغة في الاجتهاد. أما فهم بعض الناس اليوم فإنه يفهم هذه الأحاديث على أنه يقوم في ليالي الوتر ويترك ليالي الشفع، ولا يعلم أنه بمجموع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر من 40 حديثاً، تدل على أن العشر كلها تتحرى فيها هذه الليلة. ولهذا ذهب المحققون من أهل العلم إلى أنها تنتقل من سنة إلى سنة، كما ذكره العراقي عن مالك وعن الإمام أحمد
وعن سفيان الثوري وعن النووي وغيرهم من ذوي التحقيق في مباحث العلم. وسوف بحول الله جل وعلا نقوم في هذا المسجد الشريف في أول الليل صلاة خمس تسليمات، وفي وسط الليل في الثانية عشرة والنصف بقية صلواتنا. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا. أيها الأحباب، هذه الليلة العظيمة يتحرى فيها الاجتهاد في الدعاء، وهذا كان معروف عند الصحابة رضي الله عنهم ومعهود عندهم ذلك. ومن هذا الباب سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في الحديث الثابت المشهور وهو في السنن، يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو، وليس فيها زيادة كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدة النساء، إحدى سيدات النساء، هذا القول، ولا يكثر عليها في الأدعية، لأن هذا الدعاء دعاء عظيم. إنه من التجأ إلى الله بصدق وإخلاص وحضور قلب وتضرع واستكانة وانطراح، فقال: يا رب، يا عفو، إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فقد جمع مجامع الخيرات في الدنيا والآخرة. إذ العفو هو محو السيئات وطمسها من دواوين الصحف. ولهذا قال المحققون من أهل العلم: إن العفو أبلغ من المغفرة، لأن المغفرة ستر لذنوب العبد في الدنيا وفي الآخرة، وعدم مؤاخذة عليها، ولكن تبقى في الدواوين، كما في الصحيحين في حديث الذي يقرره الله جل وعلا: أتذكر كذا وكذا؟ فيقول: أعرف يا رب العالمين. فيقال له إني فيقول له الخالق جل وعلا: إني سترتها اليوم، سترتها عليك في الدنيا، وإني أغفر لك هذه الذنوب في الآخرة. ليس الدعاء بكثرته ولا ببلاغته ولا بحلاوة الصوت ولا برفع الصوت كما نشاهد في بعض المساجد من الحنين والطنين والبكاء الذي لم يعرف عن السلف، إنما هو خشوع القلب. ولهذا للأسف جاء في بعض الأحاديث: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، فكيف بالخشوع إلى الله جل وعلا؟ إنما هو بكاء كأزيز المرجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاله، يبكي والآخر لا يعلم به. أما نحن فاسمع وراء الإمام ماذا يقول فلان وماذا يقول، يا الله، يرفع بها صوته، والثاني يقول آمين، يرفع بها صوته. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الذكر على بعضنا بعض. أيها الإخوة، إن المساجد، خاصة هذا المسجد الشريف والمسجد الحرام، لها مكانة عظيمة يجب أن نتحلى بآداب الإسلام فيها. القاعدة أن مقاصد القرآن والسنة إنما بنيت المساجد لذكر الله جل وعلا وللصلاة ولقراءة القرآن، كما في آية سورة النور، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. فكل فعل وكل خلق خالف هذا المقصود فاعلم أنه ليس من أدب الإسلام في المساجد. ومن ذلك
ما يحصل من بعضنا من اللغط ورفع الأصوات، وهذا جاء فيه النهي المفرد عن ذاته. الأمر الثاني، المجيء إلى المساجد بقوة وبعدم سكينة ولا وقار ولا خشوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فأتوا عليكم السكينة والوقار، لا تأتوها وأنتم تسعون، إنما عليكم بالسكينة والوقار، ما فاتكم فصلوا وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الأمر الثالث مما يقع أن بعضنا يأتي بفعل مخالف لمقصود القرآن والسنة، فيأتي ومعه الجوال هو غاية مقصده، يرفعه في كل لحظة وحين، يتسمع فيه الأخبار ويقرأ فيه أخبار الناس، وهذا ليس من الأدب وليس من السنة في شيء. وأعظم وأقبح ما نراه أن بعضهم يرفع الجوالات ليصور نفسه ويصور غيره أمام وفي روضة من رياض الجنة، هذا ليس بمحمود. يا عباد الله اتقوا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. إن الأزمة اليوم هي أزمة فقه لمقاصد الشريعة، ليست القضية قضية الكثرة في العبادة، وإنما هو خشوع لله جل وعلا وانقطاع عن الدنيا حينما تدخل هذا المسجد إلا لله وفي الله وبالله. حفظنا الله وإياكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وأرجو من الإخوة في هذا المسجد وفي كل مساجد الدنيا أن يعلموا أن الحرمين قد هيئ لها من خدمة الزائرين ما لا يخطر على بال ولا يصفه مقال من جهود عظيمة مالية وبشرية وفكرية، ويرأس هذا الجهد خادم الحرمين وولي عهده بمباشرة يومية لخدمة عباد الله. فيجب علينا أن نتعاون وأن نتكاتف وأن نعلم أننا في أمكنة عظيمة عند الله، فلنعظم الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأن يحفظ قادتنا وولاة أمورنا، وأن يوفقهم إلى كل خير، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين، وأن يجزي كل من يقوم على خدمة الحجاج والمعتمرين. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.